بمعدل قد ايه بتشوف حد تبقى عارف ان هو عامل تجميل؟ كتير جدا. النهارده عايزك توصف لي تفاصيل هذا الكفاح المسلح. لا انا طبيب في الاساس، طبيب مهمته يعالج. ناس كمان ثقافتها في الاسنان، لا احنا قدامنا سنين. اي وصفه بعيد عن طبيب الاسنان في الاخر مصيرها تدمير الاسنان. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، تخصص في مجال تجميل الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان جامعه نيويورك، احد مطوري حشوات الاسنان التجميليه. اهلا بكم. علم الاسنان وطب الاسنان فيه الكثير جدا من التخوفات، وفيه كثير جدا من المغالطات التي تصل الى مرحله اليقين. وعندما تغير هذا اليقين في ذهن الناس يصعب جدا جدا تغييره اذا ما مرت عليه سنوات طويله من التصديق. عندما تاتي لمريض فتقول له مثلا ان زراعه الاسنان اصبحت امر ميسور وسهل ومضمون وهو الحل الافضل لحاله فقد اسنان، ربما ستجد الكثير جدا من التكذيب والتخوفات. ربما عندما تقول لمريض انه مثلا الاشعة تطورت بشكل كبير جدا، ما زالت عند الناس تخوفات من الاشعة. عندما تقول ان لبعض الناس انه علم الاسنان الان الحديث بدون الم، ستجد معارضات كثيرة ويقول لك لا انا ممكن اروح في اي حتة الا لدكتور اسنان. حوار النهاردة فيه الكثير من المعتقدات، الكثير من الالوان، وايضا الكثير من الاتهامات، مع ضيفي القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور نور الدين مصطفى. اهلا بيك دكتور. اهلا بيك دكتور. الحقيقه انا عايز ابدا من منطقه مهمه جدا في الحوار، وهي منطقه الالوان. منطقه الالوان منطقه سيكون فيها اسئله قد تكون ساخنه للغايه، ولكن ربما ابدا بالاقل سخونه ثم ترتفع درجه الحراره لكي تصل الى المرحله التي يكون فيها الصراحه ربما مزعجة للغاية. دعنا نبدأ. جاهز؟ جاهز. دعنا نبدأ. إن شاء الله. أبيض، أسود، أم رمادي؟ السؤال الأول، طبعاً ثلاث ألوان وكما تعلم أبيض أو أسود أو رمادي. الأبيض هو الصواب المطلق أو الصح المطلق، والأسود الخطأ المطلق، والرمادي أترك لك حرية التعبير بهذا اللون العجيب. عندما أقول أو يقال لمريض متخوف من الذهاب إلى أي منظومة طبية لعلاج الأسنان خوفا من الألم، أنت واهم، الألم غير موجود، فتجد من يقول لك غير موجود مين يا عم؟ ده أنا امبارح كنت عند دكتور، وامبارح كنت في حتة وطلع عيني وما نمتش من الألم، وبقالي شهر باخد مسكنات من ساعة ما رحت للحتة الفلانية. أيهما أصدق؟ مين منهم الأبيض ومين منهم الأسود ومين منهم الرمادي؟ اللي دافع عن الألم أو اللي قال إن مفيش ألم، ولا راح وطلع عينه وشاف الألم ألوان؟ تمام. لو هنتكلم على الحالة هنقول أبيض، لأن ستيل لغاية دلوقتي إحنا لما قلنا إن علاج إن طب الأسنان اتطور وتقدم، وبقينا بنعمل علاج من غير ألم إن شاء الله، وعلاج العصب بيتعمل في ساعة، والتركيبات بتتعمل في ساعة بجهاز السيريك، وكل التطور ده هو ده مش موجود في كل الدنيا. فبالتالي ستيل في ناس لما بتروح عند دكاتره بتتعامل معاها بالاولد ويز او بالطرق التقليديه، فبالتالي الحالات بيحس بالم او بيعمل علاج عصب على ثلاث مرات ويقعد شهر يعمل فيه، طبيعي يحس بالم. فبالتالي الحاله اللي بتقول كده اكيد مش يعني ايه اللي هيخليها تكذب اذا كانت هي اللي عانت. لكن في الحقيقه هو في فعلا علاج بدون الم في طب الاسنان، في علاج ناجح في طب الاسنان، في علاج عصب بيتعمل في اقل وقت، في تركيبات بتعمل بجهاز سيريك بمنتهى الدقه وبمنتهى السرعه، في علاج لسه بيتعمل دلوقتي لو عندنا ريسيشن، يعني عندنا انحسار في اللسة، عندنا انكشاف للجذور، عندنا كل الحاجات خلاص متاحه وان شاء الله متاحه بدون الم. بدون الم واحنا شغالين، وهم بعد الشغل بنكتب العلاجات الصح، بيحصل كنترول للبين او للالم. لكن في الحقيقه هو
عند الناس اللي عندها تقدم في الطب وعندها أجهزة كويسة، فبالتالي هو بيقلل الألم جدا، هو بيبقى زيرو. وهنا لازم أقول نقطة، إن هو أصلا دور التكنولوجي إيه؟ دور التكنولوجي إن أنا بقلل الوقت، فبالتالي بقلل اللود أو الحمل على الحالة، فبالتالي بقلل الألم، بزود الأكيرسي أو الدقة، فبالتالي بألغي قصة البوست أوبرتيف بين أو الألام اللي بتيجي بعد الشغل، لأن أنا لو اشتغلت صح يبقى إن شاء الله الحالة هتمشي صح، يبقى بإذن الله مش هيحصل ألم. التكنولوجي مهمتها في الآخر إنك تحصل على نتيجة كويسة وإن شاء الله بدون ألم. سؤال فيه اتهام، فيه رائحة اتهام. طيب. يتهم المراكز التي تحتوي على كومبين بأنها بتعمل الكومبين بلغة بسيطة لكل الحالات. طيب. التي تحتاج والتي لا تحتاج. حاجة. هذا الاتهام أبيض أم أسود أم رمادي؟ أسود. 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 ليه؟ لأن ما فيش حالة ما بتحتاجش كومبين. هل ده في الكتاب كده؟ هقول لك. حاجة دلوقتي جاي هتعمل مثلا سكيلينج، هتعمل تنظيف جير، ولقينا شويه انحسار للسك، تمام؟ هنا احنا لازم من ضمن التشخيص بتاعنا نعمل كومبين، نعرف ليفل العظم الحقيقي فين بالظبط. هل التاكل ده جنرالايزد يعني في كل الاسنان ولا لا؟ احيانا بيبقى عندك يعني تاكل في العظم في جنب، والجنب الثاني هيبدا بدايته دي بتبدا تشوفها في الكومبين. عندك حاجة، واحد جاي يعمل علاج عصب، انا شايف ان دلوقتي اي دكتور علاج عصب ما يصحش يشتغل من غير كومبين، لان الكومبين الحاجه الوحيده اللي بتبين له القنوات بتاعته بالظبط. عندك هتزرع، ما ينفعش بقى خالص 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 تيجي كيسز، تيجي تقول لي انا رحت للدكتور وقال لي اعمل لي بانوراما عشان نزرع. ما هيك ما في مراكز بتعمل. انا مش بقول على فكره ان الكومبين بيبقى موجود عندك في العياده، ده انا ما بنقولش كده، لكن لازم تشوف صور كومبين او اشعه ثلاثيه ابعاد عشان تعمل زراعه. تعمل زراعه ازاي؟ تعرف حجم العظم قد ايه؟ تعرف كواليتي العظم ايه؟ ولا انت هتفتح وتكتشف؟ يعني هتفتح مع الحاله تقعد تكتشف معاه العظم سبونجي ولا دي تايب سبونجي اسفنجي 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 ولا كومباكت ناشف ناشف. ما هو كل نوع عظم، انت لو دكتور خبير في الزراعه فانت كل نوع عظم بتتعامل معاه بطريقه معينه، حجم العظم بتتعامل معاه بطريقه معينه. تعال نروح بقى للجاني والمتهم والبريء. جاني متهم ام بريء؟ هذهب الى سؤال تقني او سؤال فني. بالطبيب الذي يجري عمليه زراعه ويحدث مشاكل في الجيب الانفي، لم يراعي بعد الجيب الانفي اثناء اجراءه، ده مشكله على فكره شهيره جدا طبعا. هل هذا الطبيب في تصنيفكم جاني ام متهم ام بريء؟ جاني. جاني طبعا طبعا، ما يعني بما لا دع مجال للشك. حضرتك دلوقتي جاي تزرع، تمام؟ رحت لدكتور الزراعه، اول حاجه قال لك نعمل اشعه ثلاثيه ابعاد زي ما احنا متفقين، لان هو ما يصحش اشتغل دلوقتي زراعه من غير اشعه ثلاثيه ابعاد ما دام اتوفرت. زمان احنا كنا بنشتغل زراعه من زمان قبل الكومبين، تمام؟ بس كان لها اجراءات وطويله جدا، تاخد مقاسات للعيان وتعمل تريسنج وتشوف العظم فين وبتصوره بانوراما وتحاول تاخد الطول، بتعمل اجراءات طويله جدا وبتفتح تلاقي مفاجات، فلازم تبقى ايه شاطر قوي. طب دلوقتي ربنا اكرمنا وبقى عندنا تول واداء بتخلينا شايفين، ماسك الفك في ايدي بحركه يمين وشمال وبحط الزرعه بتاعتي فيرتشوال، فشايفها وشايف التركيبه اللي هركبها كمان 3 شهور او كمان شهر حسب نوع الزرعه. فما عنديش حجه. طيب حضرتك عندك بقى الكومبين، قريت الكومبين، حضرتك شفت الجيب الانفي فين؟ طيب شفت الجيب الانفي وعارف ان هو يعني قريب، لازم تعمل عمليه رفع جيب انفي زي اللي احنا هنشوفها. جهاز البيزوتوم 2 واحد، ده جهاز بيرفع الجيب الانفي؟ لا، ده احدث جهاز لرفع الجيب الانفي، لانه بيرفعه بشكل هيدروليكي، يعني احنا بنعمل الفتحه الصغيره وهو بيزق الجيب الانفي من غير ما يقطعه. يعني هو دي اهم حاجه في البيزوتوم 2، ان هو بيزق الجيب الانفي بضغط مائي معين، فبالتالي الجيب الانفي بيترفع وبنحط العظم بتاعنا. انا بقى شفت كيسز الدكتور استعجل، لقى كميه العظم قليله، حاطط شورت امبلانت قصيره، حمل كان كبير، الدنيا ما كانتش مظبوطه. لا حضرتك لما يجي لك الكيس وتلاقي في ان الجيب الانفي في تضخم وان العظم قليل، حضرتك لازم تعمل عمليه جيب انفي كامله، تعمل صح
تقول ان الحاله حضرتك هتستنى، لو هي لو يعني كميه العظم قليله قوي يبقى هتعمل عمليه رفع جيب انفي كامله، فدي هتقعد 6 شهور عشان تزرع. ولو جزئيه يعني في عندنا مثلا 6 8 ملي يبقى في الحاله دي هنزرع ونعمل عمليه رفع جيب الانفي في نفس الوقت. انما غير مقبول ان انت تقوم داخل في جيب انفي من غير ما عامل انفستيجيشن او عامل التشخيص بتاعك السليم. اذا نذهب الى الجزء الثالث. اتفضل. والاكثر اثاره. وهم، شك ام يقين؟ اكثر يعني حاجات تتعلق بالزراعه هي الاوهام. طبعا كتير جدا طبعًا. جدا من الاوهام طبعًا. متعلقه بالزراعه يمكن اكثر برانش فيه طبعًا. اوهام طبعا معاك. لو رجل او امراه فقدت اسنان منذ فتره طويله، فم بدون اسنان لسنوات، فيقال لها او تتوهم هي انها لا يمكن ان يتم زراعه اسنانها مره اخرى بعد هذه السنوات الطويل، هل هذا لا اعتقاد وهم ام شك ام يقين؟ وهم وهم طبعا مهما فات سنين. يعني هشرحها لك تمام. اي حاله ان شاء الله ان شاء الله ينفع يتعملها زراعه بس باجراءات معينه. يعني حضرتك جت حاله بقى لها مثلا 10 سنين خلع والفك السفلي خلاص بقى رفيع تمام، يعني ما بقاش فيه الثيكنس بتاعنا الكفايه. برضو بجهاز البيزوتون 2 ده جهاز قوي جدا، بيعمل لنا ايه؟ ده بيعمل لنا حاجه اسمها سبليتنج، يعني بيشق في العظم. سبليت يعني يشق بالظبط. فلما بيشق في العظم، انا لما تبقى العظم ماسك في بعضه فمثلا عرضه 3 مللي، لما بنشقه بيتحول ل 6 بيفتح وبيتملي الجزء ده عظم وبنزرع. بس الحاله تستوعب ان احنا محتاجين نعمل اجراء. يعني حضرتك مش هينفع تيجي نزرع، لا، في اجراء الاول، في اجراء تحضيري. يعني انت حضرتك قعدت 10 سنين فالعظم اتاكل، يبقى نعمل الاجراء اللي يوسع لنا العظم ويرجع لنا العظم لوضعه الطبيعي علشان خاطر ازرع لك. انما ما تجيش تقولي لي دكتور انت قلت هينفع ازرع. ايوه هينفع تزرعي لما تعملي اللي اقول لك عليه، عشان الناس بس بتمسك برده في لك يا دكتور انت قلت مهما كان مهما قعدت 100 سنه هتيجي وازرعي. تمام هتيجي ونزرع لك، بس لو هنحتاج نعمل زراعه عظم هنعمل زراعه عظم، لو هنحتاج نعمل بون بلوك او هناخد جزء منك من العظم ونحط عظم يعني زراعه عظم اللي هو البلوك هنعمل، لو محتاجين نعمل رفع جيب انفي هنعمل. كل الاجراءات متاحه، بس حضرتك وافق قول لي تمام انا يعني انا معاك وهوصل معاك للزراعه. فبالتالي انا شايف ان وهم ان الحاله تتخيل انها ما ينفعش تزرع. السؤال القادم ينبغي ان اصيغه لك بطريقه معينه حتى يكون سؤال شكله محترم، لانه لو سالته بالطريقه دي هيبقى السؤال شكله مش حلو. واحنا مش هنقبل طبعا. يعني طبعا. هو لما يجي لك مريض بمعتقد معين يقول لك ايه؟ تمام. انت هتعمل لي زراعه، طب انت هتدخل الماده دي غير ماء جسمي. تمام. جوه عظمي. تمام. لو هو قال شويه كلام او اتفرج على حلقات معينه، مش دي تعتبر اثاره للعظم وتعتبر شيء غريب داخل جسم الانسان، فده يبقى مثير، والمثير يعمل اريتيشن، والاريتيشن يعمل بروليفريشن، والبروليفريشن ده بقى ده يبقى دكتور. ممكن يعمل سرطان في الاخر. تمام. في العظم. كده السؤال يتسال بطريقه شبه يعني كويسه. كان بقى السؤال لو انا سالته لك قلت لك هل الزراعه تعمل سرطان، يبقى انا بتكلم كلام يعني ما يليقش بيا وما ينفعش اساله لك. تمام. لكن انا سالته لك بالطريقه اللي بعض الناس عندهم ثقافات او قراءات ممكن جدا توديهم في معتقدات صحيح. انا اللي هسالك دلوقتي اقول لك وهم او شك او يقين، انا يقينا عارف انه وهم. بالظبط. هتجاوبت. اما انا جاوبت انا عارف. وهم تام. وهم تام، لان اصلا الزرعه لما بدانا نشتغل عليها، مش انا طبعا يعني اللي اشتغل عليها اول ما اتعملت في الخمسينات، كان الكونسبت ان العظم بيفتكر التيتانيوم عظم فيخش يترسب فيه، ده الاختراع ده الاكتشاف. عشان كده حتى العظام بيستعملوا شرايح تيتانيوم اللي بتعمل بيها الكسور والحاجات دي. فالتيتانيوم سبحان الله ربنا خلقه علشان هو زي ما خلقنا الداء خلقنا له الدواء. فربنا الناس اللي بتخلع تتعوض ازاي؟ ماده تتحط جوه العظم، العظم بيفكرها عظم خش ينام فيها. اقول لك بقى المفاجاه اللي عمل الوهم ده عند الناس، بعض دكاتره الاسنان، هي دي بقى المفاجاه. كالعاده كنت يعني صريح وحاد جدا في هذا الحوار يمكن اكثر من الحوار اللي فات الاسبوع اللي فات. وكانت الحده باينه
في توضيح بعض الاتهامات وتبيين لماذا تختار نوعية الاتهام، هل هو جاني أم متهم، وكانت البراءة يمكن قليلة جدا لم تذكر. الزراعة الزراعة كان يعني واضح جدا أنه اللي بيغلط فيها عندك بيعتبر جاني حتى مش متهم، بالظبط تعدى مرحلة الاتهام. ولكن أنتم دائما في حوار مثير للغاية، ولكن مع الناس الحلو، خليكم دائما مع الناس الحلو. دواء الضغط انت بتاخده او فلان بياخده ومبسوط بيه وتمام ومرتاح وبيقيس الضغط لاي منضغط. قعد مع صاحبه وزميل قال له انا عندي الضغط، كمان انا عندي الضغط، انت بتاخد ايه؟ باخد الدواء الفلاني. طيب ما تسلفهولي، ماخده زيك. واحد ياخد دواء شبه اللي بياخده ابن خاله او ابن عمه او زميله في الشغل لمجرد انه مش عايز يكشف او زهق من الدواء اللي عنده او شايف ان الراجل التاني دوت بياخد دواء افضل من وجهة نظره. احنا عندنا مشكلة اسمها تسليف الدواء لبعض، انت بتاخد ايه فانا اخد زيك، رغم ان ادوية الضغط كل دواء مناسب لمريض معين، ما ينفعش مريض تاني ياخد.